اهلا بيكم من تاني في عربود. بنبدا حلقتنا النهارده بموضوع مهم جدا وهو الام في دراما رمضان السنه دي، ويمكن الدور ده مرتبط في اذهاننا كلنا بامينه رزق وكريمه مختار رحمه الله عليهم اللي كانوا من اهم النجمات اللي قدموا الدور ده. لكن السنه دي في فنانات كتير تالقوا في نفس الدور وشفناهم بشكل عبر عن قدراتهم التمثيليه العاليه، زي الحاجه صالحه اللي بتقدمه النجمه وفاء عامر في مسلسل نسر الصعيد، وطبعا عندنا القديره سهير المرشدي في طايع واللي بنشوفها في دور الام الصعيديه واللي مقدماها بشكل حقيقي جدا، ويمكن دورها من اهم العوامل اللي نجحت المسلسل. رمضان كان فرصه لتعبير النجمات عن تمكنهم في اداء شخصيه الام، ومنهم وفاء عامر بدور الحاجه صالحه ووالده زين، الشخصيه اللي بيقدمها محمد رمضان في النسر الصعيد. روح يا ولدي، ربنا يرضى عنك ويرضيك وتكون سبب سعادتنا وينصرك على من يعاديك. وقدرت وفاء عامر تقنع المشاهدين كأم طيبة وسيدة صعيدية بتمكنها من أداء اللهجة الصعيدية بجانب خفة الدم اللي طاغت على ملامح شخصيتها في العمل. عادي نواحي سوهاج؟ لا يا أم، نواحي كارفور في مصر. يا أم في مصر عادي ومصر. وفي مسلسل طايع قدمت القديرة سهير المرشدي شخصية عواطف والدة طايع، ونالت اعجاب كل الجمهور بشخصية الام اللي بتسعى للصقر لكنها بتتحول لام منكسرة بعد مقتل ابنها فواز. اما ليلى عز العرب فقدمت في ليالي اوجيني شخصية ماجدة الام المسيطرة على ابنها عزيز واللي بيقوم بدوره مراد مكرم وبتتحكم في كل قرارات حياته. عزيز ما بيدخنش، والاتفاق يكون هنا في وسطنا كلنا احسن. كمان قدمت سلوى عثمان دور العمه في مسلسل ايوب، واللي بتتحول لام بتتحمل متاعب ولاد اخوها بعد وفاه امه. عايزكوا تكبروا على قد ما تقدروا علشان هنزلكوا تاني لسابع ارض. وشفناها في صورة الأم القوية خصوصا في مشهد جماعة بأيتن عامر قدرت فيه تقدم أداء أبهر الجميع، ومنهم مصطفى شعبان نجم العمل اللي أشاب بيها في بوست على تويتر. أنا مش فارق معايا كنت فين، أنا اللي فارق معايا إن أنت تسمعي الكلمة بتاعتي وكلمتي ما تتكسرش، أنت فاهمة ولا لأ؟ وفاء عامر، ليلى عز العرب، سلوى عثمان، نجمات قدروا يتألقوا في رمضان ويقدموا دور الأم بصورة مختلفة على الشاشة.